بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم الدكتور علاء الدور. ان شاء الله النهارده النهارده هنتكلم ان شاء الله هنتكلم على شبكه الري بالتنميم. شبكه الري بالتنميم زي ما احنا شايفين قدام لنا كده كسكتش، يعني كده هنا ده بير اللي هو مصدر الميه، في هنا بام. طبعا مصدر الميه دي ممكن ما يكونش بير، ممكن يكون مصدر الميه دي ترعه. بس طبعا لو مصدر ميه ترعه ففي احتمال ان الترعه ما يكونش، يعني في وقت في السنه ما يكونش في ميه. طب ايه الحل؟ لابد ان يبقى في عندي خزانات ميه كبيره نملاها عشان لما تبقى الترعه ما فيهاش ميه نستخدم الميه في الخزانات دي. انما لو انا عندي معتمد على الميه في البئر فدي ان انا هنضمن ان الميه موجوده على طول بشكل دائم يعني. طب كده فدي عندي هنا في بام، ادي بام دي كده. ممكن تبقى البامب غاطسة تحت أو ممكن كده. وبعد كده دي كلها اسمها وحدة تحكم. وحدة التحكم دي ده ممكن بيبقى بيتكون من فلاتر، فلتر، بيتكون من كمان محابس زي ما احنا شايفين كده، بيتكون من محابس. متكون كان ممكن يبقى فيها خزان للأسمدة، خزان للسماد، بحيث إن المية تبقى ماشية فيها السماد بتاعها. وطبعا المية دي بتنقط عند كل شجرة أو كل نهج نبات يعني، فطبعا يبقى السماد بيوصل له مباشرة. طبعا كفاءة الري بالتنقيط ممكن بتصل إلى 95%. وفي عندي كمان اللي هو منظمات للإبضاء، في عندي حاجة اسمها النون ريتيرن فالف، بحيث لو الكهرباء قطعت المية ما ترجعش تاني على البام تحرقها، زي ما هنشوف بالتفصيل بعد كده يعني. وفي هنا عندي خط رئيسي، خط رئيسي، الخط الرئيسي دي واخد منه خط تغذية. طبعا الخط في الاخر مقفول، خط تغذية. خط التغذية دي في هنا خطوط جانبية بيسموها اللاترال. خط اللي هو اللاترال دي بيبقى كل مسافة، كل مسافة في منقطات، ممكن يبقى منقط واحد يعني نفس المكان، ممكن يبقى أكتر من منقط حسب أنا عايز أروي إيه يعني. زي ما هنشوف بعد شوية إن أنا بحسب عدد المنقطات لكل شجرة. فدي شكل الشبكه بتاعتنا عامله ازاي. لو بصينا مثلا اهو، بص كده مع بعض كده، ده اللي هو الخط الرئيسي، وده هو ده اسمه خط التغذيه، ودي اللي هي الخطوط اللي ايه اللاترال بتاعتنا. طبعا هو هنا خارف يعني مش بيتين قصاد بعض يعني. طبعا بيبقى فيه المنقطات، وهنشوف بعد كده المنقطات دي ممكن تبقى حاجه اسمها اللاين. طبعا المنقط ده كده في الخط ذات نفسه، فدي بيسموه ان لاين. ممكن يبقى فوق الخط فيسموه اون لاين، هنشوفوا الفرق بين الاثنين بعد شويه. فطبعا ده هي هنا طبعا بيطلع ال بيعمل الميه، بينزل الميه عند كل شجره. طبعا كميه الميه بيستهلك اقل كميه ميه يعني. لو بصينا على حاجه ثانيه برضو تنفيذ شبكه الري برضو. ده مزارع، طبعا المسافه اللي هو بيقيسها دي المسافه بين كل خط لاترال واللي بعده. طبعا المسافه دي متوقفه على هو انا هنزرع ايه، صح كده؟ المسافه بين كل خط زراعه واللي بعده يعني. طبعا لو مسافه شجر او كده ممكن تبقى المسافه دي 3 4 متر، يكون خط المنقط واللي بعده، خط لاترال واللي بعده. معايا كده؟ تعال شوف بس كده اهو. بص كده، ده يعتبر ده هيبقى خط المنقطات، وده يعتبر خط التغذية. هنا المسافة دي متوقفة، طبعا هو أعملها بصورة خطوط كده الأرض نفسها طبقا للزراعة يعني. فكل خط من ده هيبقى إيه؟ هيبقى ليه خط لاترال، هيبقى كل خط ليه خط لاترال. خط لاترال دي عليه منقطات متوقفة على إحنا هنزرع إيه، ومسافة كل زرعة واللي بعدها، كل حاجة واللي بعدها. معايا كده؟ ده بس عشان نفهم الموضوع يعني، دي حتة أرض صغيرة. أهي.
ده اللي هو خط اللاترال ده. طبعا ده بنشوفها من شويه ان دي خط التوزيع، ممكن يبقى خط اللاترال من ناحيه واحده، ممكن تبقى خط اللاترال من ناحيتين. بس زي ما هنشوف بعد كده ان خط اللاترال ده يفضل ما يزيدش عن 150 متر عشان اللوسز في الفواكه. الخط اللي بعده هو راجل معاه بص كده. بلد ده الخطوط اللي هي اللاترال دي يعني. بص كده ده كل منقط بيعمل دايرة بلع الحافلة، ده دايرة بلع تحت المنقط. طبعا دايرة البلع دي بتبقى مختلفة حسب نوعية الصويا، ممكن تبقى دايرة البلع دي عمقها تحت أكبر من عرضها، ممكن يبقى عرضها أكبر من عمقها، فدي حسب نوعية الصويا. فلو تربة رملية فبيبقى النفاذية الرأسية أكبر من النفاذية الأفقية، فتاخد شكل تبقى عمق تحت أكبر من العرض. التربة الطينية نفاذيتها الرأسية قليلة أو أقل من الأفقية فتفرش. شايف ما بتنزل مية. طبعا هي المناقطات دي ان لاين، ان لاين مدفونة في الخط يعني، مدفونة في خط اللاترال. طبعا العدد بتاعه المنقطات دي في كل مكان يعني، هنا هو عامل واحده بس، بيبقى متوقف على كميه الميه اللي انا عايزها للنبته دي الحاجه. طبعا دي حاجه بسيطه فاعمل عند كل واحده بس، انما لو شجر فاكهه ولا حاجه ممكن عند كل مكان يبقى فيه كذا كذا منقط. كذا منقط دي ممكن بقى نطلع من هنا زي خرطوم صغير كده في اخر منقط، ممكن يبقى هنا اخر منقط وهكذا يعني. زي ما شفناه في الفيديو اللي قبل كده بتاع في الري بالرش. شوف بص يعني الميه اللي نازله يدوبك على قد النبات بس، اعمل دايره حوالين كل نبته، هنا مفيش ميه. عشان كده بقول لك ان الكفاءه بتاعت الري بالتنقيط بتوصل حوالي 95%، يعني الميه اللي انا محتاجها بالظبط تقريبا يعني. ده خطوط اللاترال بتاعتنا. طبعا خط اللي هو التغذية ممكن يكون خط التغذية دي، ممكن يكون خط التغذية دي كده واضح كده، ممكن يبقى يعني مدفون مثلا مع كده حسب يعني التخطيط يعني. نتكلم عن لو مساحة أرض كبيرة، مزرعة كبيرة يعني. النبات طالع حاجة يعني زي الفل، فاهم كده؟ يبقى احنا قلنا ان شبكة الري بالتنقيط، فزي ما احنا شفنا في الفيديو اللي قبل كده ان هو احنا عندنا في بامب كانت بتسحب من البير، في حاجة اسمها وحدة تحكم اللي احنا قلنا فيها فلاتر محابس، ممكن فيها خزان الاسمدة، في حاجة من مظبط للضغط كده يعني. في عندنا شبكات مواسير، في عندي حاجة دي خط اللي هو اسمه اللاترال، في عندي خط اللي هو تغذية. خط التغذية دي بيبقى واخد من خط رئيسي. في عندي كمان مقاييس الشبكه اللي هي بنقطها ذات نفسها، تمام كده. طيب دلوقتي بقى انا عرفت الى حد ما يعني شكل شبكه الري بالتنقيط عامله ازاي، اللي بتتكون من اربع حاجات رئيسيه زي ما قلنا، اللي هي المضخه ووحده التحكم شبكه مواسير ومنقطات، تمام كده. طيب دلوقتي لو انا واحد عنده مزرعه وقال لك والله يا باشمهندس عايزك تصمم لي شبكه الري، الطبيعي اساله اقول له ايه؟ اقول له ايه يعني؟ او ايه الحاجات، ايه المعلومات اللي لابد الواجب توفرها عند تصميم شبكه ري بالتنقيط؟ ايه؟ عندنا خمس حاجات رئيسيه. اول حاجه مصدر الميه، اساله اقول له والله يا فلان هو مصدر الميه عندك ايه؟ هل انت هتروي عندك بير؟
في نص الارض احتروا بيه. طبعا ده لو انا هنحفر بير يبقى الارض نرويه في نص، نحطه في نص الارض عشان يبقى الضغوط ايه متقاربه يعني. ما كده هل انت عندك بير، مصدر الميه عندك ايه؟ هل بير ولا عندك انت هتاخد الميه من الترعه؟ بس قال السؤال ده ليه؟ لان لو هو كان بير خلاص مش هنضمن الميه موجوده على طول السنه. انما لو قال لي ده والله انا عندي مصدر هنسحب ميه من ترعه، يبقى لابد يبقى في خزانات كبيره نحسب حجمها حسب الميه اللي هنحتاجها، يبقى لابد من توفر خزانات كبيره. فلابد نسال اول سؤال اساله له مصدر الميه ايه؟ طيب عرفت مصدر الميه. السؤال الثاني المهم اللي لابد اساله له، طب انت هتزرع ايه؟ او انت زارع ايه؟ زرع ايه بمعنى ان هو اصلا ممكن يكون كان بيروي بالغمر وعايز يغير شبكه الري يخليها تبقى ريب التنقيط. فاقول له طب انت زارع ايه؟ ايه اللي انت زرعه؟ بعد كده او اقول له انت عايز تزرع ايه؟ ده لسه ارض مصحصحه جديده، فاقول له انت عايز تزرع ايه؟ يقول لك والله مثلا بفرض عايز ازرع فواكه. طب الفواكه دي نوعها ايه؟ معاك كده؟ طب انا بسال السؤال ده ليه؟ بسأل السؤال ده عشان لما نعرف نوع المحصول اعرف كميه الميه اللي هتحتاجها الشجره الواحده. طب والله طب الشجره الواحده هتحتاج ميه قد كده، طيب انا عندي كذا شجره على الخط بتاع المنقطات ده، طب انا عندي كذا خط منقط على خط التغذيه، طب التصرف كام، طب القطر كام، يعني كل الشبكه كلها يعني تصميم الشبكه متوقف على نوع المحصول اساسا، يعني حساب اقطار وتصرفات كله على حسب نوع المحصول. يبقى اول سؤال هتقول له مصدر ميه ايه؟ السؤال الثاني طب نوع المحصول ايه؟ السؤال الثالث هل الارض مستويه ولا فيها عالي وواطي كتير؟ لان بتفرق في اللوز يعني. طبعا في الغالب الارض مستويه ده في الغالب يعني. الحاجه الرابعه كمان ممكن اسالها له خواص نوع التربه. هل تربه رمليه؟ تربه غنيه؟ نوع التربه ايه يعني؟ طب ليه بسال السؤال ده؟ لان من خواص التربه نعرف معدل التسرب، نعرف السعه الحقليه، يعني خواص التربه طبعا انا المنقطات هتنزل ميه للتربه، فطبقا نوعيه التربه هيبقى فيه معدل تسرب بيختلف حسب نوعيه التربه يعني. فلابد نعرف نختار طبعا ده بيتوقف ان انا بختار نوع منقطات معين طبقا نوعيه التربه. الحاجة الخامسة ممكن أقول له طيب لو في عنده بيانات أرصاد جوية، طب طبقا للمكان ينفع نعرف بيانات أرصاد جوية من درجات حرارة رطوبة. طب الكلام ده ليه؟ عشان نعرف الفترة، نحدد الفترة بين الريات في فصول السنة المختلفة، نعرف الفترة بين الريات ممكن تبقى قد إيه يعني. فدول خمس حاجات رئيسية، تعال نشوف كده قدام منك. أول حاجة مصدر المية، فأنا بد إن أبقى عارف هل مصدر المية ده بير جوفي ولا مصدر المية من ترع. لان لو مصدر ميه ترع يبقى في ايام السد الشتويه مفيش ميه عندنا، يبقى انا محتاج فصل منوبات، يبقى انا محتاج يبقى في عندي خزانات كبيره. بعد كده يبقى مصدر ميه. الحاجه الثانيه نوع المحصول، زي ما قلت من شويه ان تصميم الشبكه كلها متوقف على المحصول. بعد كده التصميم العام للشبكه متوقف على نوع المحصول. درجه استواء الارض اللي في الغالب قلنا تبقى مستويه. الحاجة الرابعة خواص التربة عشان نحدد أن الايه السعة الحقيقية ومعادل التسرب وكده عشان نختار النوع الأمثل للمنقطات. الحاجة الخامسة بيانات الأرصاد عشان في الآخر نحدد الفترة بين الريات في فصول السنة المختلفة. تمام، يبقى أنا عرفت دلوقتي إن اللي أنا عرفته حتى الآن، يعني شفنا اتنين فيديو إلى حد ما يعني أعرف مكونات الشبكة إيه. الحاجة التانية المهمة إيه المعلومات اللي واجب توفرها عن تصميم شبكة الري؟ هنتكلم بالتفصيل اكتر على مكونات الشبكه. فمكونات الشبكه الرئيسيه، المكونات الرئيسيه لشبكه الري بالتنقيط في اربع حاجات رئيسيه. اول حاجه اللي هي البامب، لان الميه بتتحرك في المواسير تحت تاثير بريشر مش بالجاذبيه الارضيه يعني. فريب الرش وريب التنقيط لابد في بامب. لابد يكون في عندي كمان وحده تحكم، وحده تحكم زي ما قلت من شويه وقلتان بيبقى فيها فلاتر فلتر. مع كده فلتر عشان تنقي الميه، عشان الميه زي ما شفنا من شويه في الفيديو الميه بتطلع من المنقط يعني الفتحه بتاعته حاجه صغيره جدا، فطبعا الميه دي لو ما اتنقتش طبعا هيتسد كل شويه بقى عايز اغير منقطات. في عندي كمان وحده تحكم دي لابد تحتوي على محابس، حبيت ان انا نقفل الميه لو ازود الميه في محابس. وحده تحكم كمان بتحتوي على وحده اسمده،
بتاع المنظمات للضغط وهكذا يعني. تمام كده؟ يبقى بتكون من المكونات الرئيسيه بامب، وحده تحكم، شبكه مواسير بقى، شبكه مواسير سواء كان خط رئيسي، خطوط تغذيه، خطوط منقطات، الحاجه الرابعه للاميترز او المنقطات. يبقى المكونات الرئيسيه لشبكه الري بالتقليد عندنا البامب، كنترول هيد لوحه التحكم دي اللي هي صلب الموضوع بقى، اللي هي فيها صمامات، فيها منظمات ضغط، خزان اسمده، فلتر، ودي هنشوفها بالتفصيل بعد شويه. تمام كده؟ فيها شبكه، والحاجه الثالثه المكون الثالث اللي هو شبكه انابيب اللي هو خط رئيسي تغذيه المنقطات، الحاجه الرابعه اللي هي الايه؟ اللي هي المنقطات. طيب لو شفنا بقى شكل تخطيطي بقى لشبكه الري بالتنقيط اهو. ادي البي احنا شفناها في الفيديو الاولاني، ادي البامب دلوقتي. دي كلها اسمها كنترول هيد. وبعدين في عندي هنا خط تغذيه، وفي عندي هنا خط تغذيه على سبيل المثال يعني. وايه اللي هو المانيفولد ده اللي هو خط تغذيه، وخط التغذيه دي طالع منه خطوط جانبيه اللي هي خطوط اسمها اللاترال بقى. خطوط اللاترال دي اللي هي خطوط ري فرعيه يعني، بيبقى في هنا كل مسافه في نقطات او منقطات يعني للمترز دي. طبعا دي بتبقى متوقفه يعني، بنحطها عند الشجره يعني، عند الشجره نحط منقط واحد اثنين ثلاثه حسب الديزاين بتاعه يعني. يبقى دي ده الشكل ده يوضح لي الشبكه، المكونات الشبكه الرئيسيه. بامب بقول تاني، وحده تحكم اللي هنكملها بالتفصيل بعد شويه، شبكه مواسير من خط رئيسي، خط رئيسي من خطوط تغذيه، من خطوط لاترال، منقطات، اربع حاجات رئيسيه يعني. رسمها لك برضه هنا كده. يبقى دي اللي هي البامب، ده الكنترول روم، ده واحد تحكم، وهنا ده الخط الرئيسي، وده خط اللي هو الايه؟ التغذيه، ودي المنقطات. تمام. المسافه بين كل خط منقط واللي بعده اسمها اس ار، هو السبيسنج بتاعت الروم، الصف يعني. المسافه بين كل شجره واللي بعدها اسمها اس بي. طبعا بسيب هنا مسافه اس بي على 2، وبسيب هنا مسافه اس ار على 2. تمام كده؟ دي كلها على بعضها اسمها سب يونت. سب يونت ده بشوف بالتفصيل، وده عباره عن خط تغذيه وخطوط، خط تغذيه زائد خطوط المنقطات اللي عليه وخطوط المنقطات اللي عليه، دي اسمها سب يونت. تمام كده؟ انما في حاجه هنشوف بعد كده حاجه اسمها ستيشن. ستيشن دي اللي هي المساحه من الارض اللي بتروى في نفس الوقت. ممكن الارض كلها مش هنرويها في نفس الوقت، هنعرف بالتفصيل ازاي يعني. فممكن الارض تروى على جزئين، تروى على ثلاث اجزاء، حاجه اسمها ستيشن. الستيشن دي ذات نفسها ممكن يبقى فيها سب يونت واحده او اكتر من سب يونت. السب يونت ده اللي هي ايه؟ اللي هو خط تغذيه وخطوط اللاترال اللي عليه، دي اسمها سب يونت. هنشوف بقى كنترول الهوم ده من قريب شويه. ده اللي هي الكنترول هوم، ايه الكنترول هيد عند البامب، ممكن تبقى غاطسه كده او فوق هنا كده، ده بامب. في عندنا هنا مقياس ضغط، في عندنا حاجه اسمها نون ريتيرن فالف، صمام عدم الرجوع. طب صمام عدم الرجوع ده ايه لازمته؟ طبعا الميه ماشيه من كده، بس لو الكهرباء قطعت الميه عايزه ترجع، فلو مفيش صمام عدم رجوع الميه هترجع على البامب هتحرقها. يبقى النان ريتيرن فالف ان هو لا يسمح برجوع الميه اثناء انقطاع التعامل، وبالتالي حافظ على ايه؟ على البامب. في عندي هنا خزان اسمده، ده من اسمه ممكن اضافه الاسمده الى مياه الري. يبقى الميه اللي بتوصل، الميه اللي بتوصل للزرع بيبقى فيها السماد بتاعها، زي الري بالغبر بقى السماد بيروح يعني نسبه كبيره منه يعني. ما ينفعش في الري بالغمر ان هو يحط على ميه الري سماد، لا طبعا، في الغالب يحط السماد الاول وبعد كده يرمي. في الري بالغمر يحط السماد جنب الزرع وبعد كده يرمي، انما ده مريح شويه. بس لو تلاحظ الفلتر ده اللي هو بينقي الميه من الشوائب وكده عشان ما تسدش المنقطات، في مقياس ضغط قبل وبعد، صح كده؟ في مقياسين للضغط. طب ايه لازمته؟
لو الميه ماشيه كده في خط الايه الخط الرئيسي بتاعها والهيد ده قاس قد كده بار حسب احنا نشوف ايه يعني قاس قد كده بار ده الضغط خلاص ولقيت ان الضغط هنا اقل بكتير من ده ده معناه ايه؟ ان الفيلر ده مسدود عايز يتسلم او عايز يتغير يبقى اصبح ان يتم وضع عددين للضغط قبل وبعد الفلتر لان في حاله ورود فرق كبير بين الطبقتين يبقى يدل على ايه؟ انسداد الايه؟ الفلتر. فاهم كده؟ في عندنا مقياس تصرف في حاله هنا عندنا محبس يبقى في عندنا محبس تخفيض للضغط من اسمه انه بيخفض الضغط في عندي هنا محبس رئيسي اللي ده اللي هو البريشر ريدكشن فالف ده المحبس ده عشان يخفض الضغوط من اسمه يعني حاله زياده عن المسموح به يعني في عندي محبس رئيسي او محبس الامان ده ممكن يقلل التصرف او يقفل الخط بالكامل فده اسمه محبس ايه الامان تمام كده فده يستخدم للتحكم في كميه الايه المياه المره او غلق الخط بالايه بالكامل طيب هتكلم بقى على حاجات بسيطه بقى عشان نفهمها برضو كده يعني ايه مخروط البلل اللي احنا قلناها مخروط البلل دي اللي هي هو المخروط المتكون تحت كل منقط تمام كده اللي بينتج نتيجه من تسرب الميه المنقط ده اسمه مخروط البلل طب هل مخروط البلل ده بيعتمد على نوعيه الصيد والنهار فلو انا عندي تربه يبقى الاجابه نعم لو تربه رمليه بتبقى النفاذيه الرئيسيه اكبر من الافقيه بشكل عام كده مطول لتحت كده انما لو تربه طلاب بيفرش كده لان يعني النفاذيه بتاعتها الافقيه اكبر من الراسيه يبقى في فرق او في يعني في علاقه بين شكل مخروط البلل ونوعيه الايه التربه سواء كانت رمليه او تربه ايه او تربه ثانيه انواع المنقطات قلناها برضو اللي هي ممكن تبقى منقطه اسمه ان لاين في الخط ذات نفسه وممكن تبقى اون لاين يعني على الخط ذات نفسه فدي بقى اسمها ان لاين ودي اسمها اون لاين طيب شبكة الري بالتنقيط كلها سودة طبعا دي خط تغذية ودي خط اللي هي الايه؟ اللي هي خط اللي هي اللاترال كلها سودة طب ده ليه؟ طبعا انا خايف ان المنقطات دي تنسد فلما تبقى كلها سودة ده بتمنع من التمثيل الضوئي الطحالي طيب منعت من تمثيل الضوء الطحالي يبقى الطحالب مش هتنمو وبالتالي يبقى هنحافظ على عدم انسداد اللي يبقى المنقطات مش هتنسد. بعد كده يبقى بالاسود عشان تمنع انسداد الميه لان هي تمنع نمو الطحالب. طب هل في تاثير درجه حراره يعني درجه حراره يعني في الصيف والشتاء هل درجه حراره بتاثر على كميه الميه اللي طالعه؟ اكيد. ليه؟ لان درجه الحراره بتاثر على نزوله الميه. فلو درجه الحراره زادت درجه الحراره نزوله الميه بيحصل ايه؟ بتقل. بعد كده وبالتالي يزيد الايه؟ يزيد التصرف. يبقى في علاقه بين ايه؟ بين درجه الحراره بين وبين كميه الميه اللي طالعه عشان بتاثر على نزوله الميه. طب هل ان شبكه الري بالتنقيط دي ينفع نستخدمها في اي حته؟ لا. بمعنى هل مثلا الدلتا مثلا الدلتا ينفع نستخدم في اراضي الدلتا شبكه الري بالتنقيط في غيرها؟ ليه؟ لان هناك بيزرعوا مثلا ارز مثلا. الرز ده مال الارض. هنحط النقط في حته بقى جنب كل طلعه رز كده بتاع دول طلعه نحط النقط هنملاها كلها نقطات فلا تصلح شبكه الري بالتنقيط في الدلتا. الحاجه الثانيه كمان ان انا مش عايز ميه البحر تزود الملوحه بتاعت التربه فانا عايز بنستخدم ميه كتير في الغمر فصرفها كتير فيمنع من مهاجمه مياه البحر. لماذا كل استخدام الري بالتنقيط في الدلتا ده بيقل يعني ده الدلتا. هل يتم زراعه الارز والتي لا يصلح مع التنقيط واستخدام الري السطحي يقلل من توغل مياه البحر على التربه الزراعيه. تمام كده؟ كنا قلنا برضه معلومه من شويه اللي هو ايه الفرق بين الاستيشن والساب يونت؟ قلنا ان الساب يونت ده الساب يونت ده اللي هو دي كده اسمها ساب يونت. الساب يونت دي اللي عباره عن خط التغذيه خط التغذيه وخط المنقطات اللي عليه. ممكن يبقى خط التغذيه اللي هو المانيفولد دي واللاترال دي ممكن تبقى من ناحيه واحده او من ناحيتين. دي كده على بعضها اسمها ايه؟ ساب يونت.
ممكن يبقى في الاستيشن الواحده، الاستيشن الواحده دي اللي هتروى في نفس الوقت، ممكن يبقى في سب يونت واحده او في اكتر من سب يونت. يبقى وحده التشغيل هي المساحه من الحقل اللي تروى في نفس الوقت، انما سب يونت تكون ماسوره تغذيه زائد خط المقاطع المتفرع منها سواء على جانب واحد او جانبين. طب الاستيشن ممكن يبقى فيه كام سب يونت؟ ممكن يبقى واحده بس او اكتر من سب يونت. يبقى الاستيشن ممكن يبقى فيها سب يونت واحده او ايه او اكتر. الفرق في الضغط بين في السب يونت الواحده ما بيزيدش عن دلتا اتش سب. ليه بقى؟ لان عشان نضمن او ضمان انتظام توزيع الميه. يبقى في الوحده الواحده الوحده الفرعيه الواحده اللي هو السب يونت ان الفرق في الضغط او في الضغط ما يزيدش عن دلتا اتش سب. مع كده عشان ايه؟ نضمن ضمان توزيع الميه. لان طبعا كل ما الضغط يزيد كل ما التصرف هيزيد، الضغط هيقل التصرف هيقل، الضغط هيقل التصرف هيقل. فلو في فرق في الضغط كتير هتلاقي في منقطات تصرفها كبير ومنقطات تصرفها قليل، فهيبقى مفيش انتظام في توزيع الميه. انما لو الضغط في الشبكه كلها في السب يونت فرق بينه وبين بعض قليل، فهنضمن انتظام توزيع الايه؟ توزيع الميه. طب ليه اصلا انا بنقسم الارض؟ يعني ليه انا بنقسم الارض للستيشن؟ احنا قلنا الستيشن دي هي المساحه من الارض اللي بتروى في نفس الوقت. طب ليه هنقسم الارض ستيشن؟ يعني ليه مش هنروى كلها مره واحده؟ كلام بالعقل يعني. ليه؟ هو انا لما نقسمها على اجزاء، بمعنى لو انا مثلا بفرض هنشغل النظام بتاعي 20 ساعه في اليوم، ولقيت ان الشجره محتاجه 10 ساعات بس في الري، خلاص كده. فانا ممكن اعمل ايه؟ نقسم الارض جزئين. الجزء ده نص الارض يخلص في 10 ساعات خلصته، نص الارض التاني يخلص في 10 ساعات خلصته. في الحاله دي التصرف اللي هيمشي في الخط الرئيسي هيكفي الارض كلها ونصها بس، نصها بس، فبالتالي قطره هيقل. يعني التصرف اللي انا محتاجه هيقل فالقطر هيقل. طب البامب اللي انا هنحتاجها، بامب تطلع تصرف للارض كلها ولا نصها؟ نصها. يبقى الباور بتاعه البامب هتقل، فالفلوس اللي انا مشتريها هتقل. تمام كده؟ ايه كمان؟ طيب طبعا البير ذات نفسه بيبقى ليه معدل سحب امن. طيب بفرض مثلا، بفرض لو انا رويت عايز اروي الارض كلها في نفس الوقت، بفرض محتاج 100 لتر في السنه، فرض 100 لتر في السنه، بس معدل السحب الامن للبير ده كان يعني 70 بس، وانا محتاج 100، يبقى مش هينفع نروي الارض كلها في نفس الوقت عشان ما عنديش معدل السحب الامن. يبقى هنقسمها جزئين، اثنين ستيشن. يبقى ليه بنقسم الارض لوحدات تشغيل؟ عشان نقلل تصرف المرة في الخط الرئيسي وبالتالي قطره، عشان نقلل المساحه المرويه في نفس الوقت، وبالتالي ان الباور بتاع البامب هتقل فتقل التكلفه. عندما يكون التصرف المراد سحبه من البئر غير كافي، خلاص كده، او غير امن يعني لري الارض، يبقى لابد نقسمها. طب انا كنت مقسمها اثنين ستيشن وطبع، وطلع التصرف الستيشن الواحده اكبر من تصرف البئر الامن، خلال ثلاث ستيشن وهكذا يعني. طبعا يفضل ان يكون، طبعا لو انا عندي هنخر بير للمزرعه بتاعتي، يفضل ان البئر ده في حته عند مركز الحقل لضمان توزيع متقارب للضغوط. طالما في النص ما يبقاش فيه نقط بعيده قوي عن الثانيه، فهي عشان يبقى الارض كلها ضمان توزيع متقارب للضغوط على كل الشبكه. طب الجزء بقى بتاع التصميم بتاع شبكه الري بالتنقيط ده، انا محتاج اعرف فيه، محتاج اعرف ايه؟ او بمعنى تاني، لو واحد طلب مني اصمم شبكه الري بالتنقيط، ابدا ازاي؟ اول حاجه نبداها لابد نعرف ان الارض بتاعتي دي هنقسمها كام ستيشن، هنقسمها كام جزئيه تروى في نفس الوقت. يعني طبعا هنقسمها كام ستيشن، دي بتبقى متوقفه على زمن ري الشجره الواحده وزمن الري الكلي. فبفرض زي ما قلت من شويه، لو زمن الري الكل كان 20 ساعه بفرض يعني، وزمن ري الشجره الواحده 10 ساعات، يبقى احنا نقسمها 2 ستيشن. تمام كده؟ يبقى لابد الاول نحدد النمبر اوف ستيشن، وبعدين اخطط الشكل، اخطط شبكه الري بالتنقيط. طب خطط، اعرف اطلع الاطوال بتاعه الخطوط اللاترال والمانيفولد والمين،
وبعدين اروح معادل هذه الويليام اصمم الاقطار، اجيب الاقطار يعني. طيب جبت القطر خلاص، هنعرف نحسب اللوجز في الاخر، اعرف احسب البار بتاعه البامب اللي انا محتاجه قد ايه. يبقى المفروض عرفت في هذا الجزء اهو حساب عدوى حتى تشغيل الاول لابد نبدا بيها. انا عايز اصلا اشوف درجه تنميتي، يبقى الاول لابد نحسب عدوى حتى تشغيل وبعد كده نروح نخطط، لان التخطيط بيبقى مرتبط بعدد وحده تشغيل. بعد كده نصمم خط النقطات والتغذيه والرئيسي. طبعا مش هنعرف نصمم الكلام ده غير لما نطلع الطول بتاع خط النقطات، الطول بتاع التغذيه، الطول بتاع الايه بتاع الرئيسي. والطول ده بيجي منين؟ من التخطيط. والتخطيط لابد نبقى عارف هنقسمها كام وحده تشغيل. حسبت انا خلاص الاقطار ونحسب اللوسز في الشبكه بتاعتنا، نعرف نصمم المضخه بتاعتنا، يعني نحسب ايه؟ نحسب الباور. طبعا وانا بصمم المضخه، طبعا عندي في وحده تشغيل قريبه وبعيده، وانا بحسب الباور بحسبها لابعد حاجه عشان دينا اكتر لوسز اللي هو الويرست يعني. تمام كده؟ نتكلم بقى نحسب عدد وحدات التشغيل. زي ما قلت لكم شويه انا محتاج نعرف هو حجم الميه اللي محتاجه للشجره الواحده قد ايه؟ حجم الميه محتاجه للشجره الواحده قد ايه؟ طيب طبعا هنحط كام منقط للشجره الواحده؟ طب كام يبقى الزمن بتاع ري الشجره الواحده قد ايه؟ هيبقى هو الزمن بتاع الستيشن. طب زمن الري الكلي كام؟ نقسم ده على ده اطلع الايه؟ عدد وحدات التشغيل. تعالوا نبص مع بعض كده بالتفصيل. يبقى حساب عدد وحدات التشغيل، الاول نشوف ان انا محتاج لكل شجره كم منقط. ببساطه يعني ادي المعادله البي دبليو تساوي الان اي، هي الاي دي اللي هو المترز اللي هو الاختصار اللي هو الحرف الاولي من المنقطات يعني، ينضرب في الاي دبليو. اي دبليو دي اللي هو مساحه البلل للمنقط الواحد، والاي نوت اللي هو المساحه بتاعت الشجره الواحده. يعني ايه برضه؟ لو مثلا بفرض ان انا عندي هنعمل شجر فواكه، والشجر دي هنمسك بين كل شجره اللي بعدها 4 متر، وبين كل صف واللي بعده 4 متر، اصبح ان الشجره في مساحه حوالين منها 4 في 4 16 متر مربع. دي بتسمى الاي نود. تمام كده؟ طب نسبه البلل اللي انا عايزها، بفرض عايز اعمل نسبه بلل 50%. يبقى اصبح المساحه اللي انا عايز نعمل لها بلل مش 16 8 بس، يبقى البي دبليو في الاي نوت تمام. طيب كان المنقط الواحد بفرض طبقا للكتالوج بتاعه، كان المنقط الواحد بيديني مساحه بلل 2 متر مربع، انا عندي مساحه 8، يبقى انا محتاج كام؟ 4 منقطات. ببساطه يعني يبقى البي دبليو ده نسبه البلل، الاي نود ده اللي هي مساحه الشجره الواحده، اللي هو الاس ار في الاس بي. الاس ار دي لو مساحه من كل رو اللي بعده، والاس بي مساحه من كل شجره كل بوينت واللي بعدها. تمام كده؟ وده عدد منقطات الشجره الواحده. طيب انا طبعا انا حسبت الان اي طلع بفرض يعني 3.1 منقط، نخليهم 4. تمام كده؟ نخليهم 4. يبقى دي هنا بنقرب دايما بالايه؟ بالزياده. بنقرب دايما بالزياده في حساب عدد منقطات. طيب حسبت عدد النقطات ده، هنحسب حجم الميه اللي انا محتاجها للشجره الواحده. حجم الميه اللي هو الجي ده كابيتال بتساوي الدي جي اللي هو الاحتياج المائي، طبعا اخذتوه في الايه؟ في باب الاحتياجات المائيه يعني. الدي جي ينضرب في الاس بي في الاس ار. طب انا عرفت حجم الميه اللي محتاجه للشجره الواحده قد كده لتر، حجم الميه اللي محتاجه للشجره الواحده طلع قد كده لتر. تمام كده؟ طب هنحسب زمن ري الشجره الواحده. الزمن حجم على تصرف. حجم على تصرف دي زمن. فالتايم بتاع الستيشن اللي هو زمن ري الشجره الواحده هو نفس الزمن بتاع ايه؟ ري الحته كلها. هنقسمها وحدات ستيشن. تمام كده؟ فعباره عن الجي اللي هو حجم الميه اللي عايزه باللتر، يتقسم على الان اي اللي هو محتاج انا بقى حاطط كام منقط عند الشجره دي، ينضرب في الكيو نوت اللي هو تصرف المنقط الواحد، ده تصرف التصميم. اللي هو يعتبر الكيو ماكسيمم بتاع المنقط اللي ينفع نقل عنه بس ما نزيدش عنه، اسمه الكيو نود، تصرف التصميم. تمام كده؟ يبقى انا حسبت اللي هو النمبر زمن ري الشجره الواحده. طب زمن الري الكل بقى اللي هو اسمه التايم اوف الريجيشن، يتقسم على التايم اوف ستيشن، ده يديك النمبر اوف ستيشن. طب زمن الري الكلي عباره عن عدد الساعات في اليوم الواحد ينضرب في الفتره بين الريات.
طبعا في الري بالتنقيط في الغالب ان زمن الري يومي يبقى اللي هو بتروي كل يوم يعني، فالتايم بتاع الريجيشن عباره عن من 20 ل 20 ساعه في اليوم الواحد اللي هو التايم بير داي للبير داي، ينضرب الفتره بين الريات اللي في الغالب واحد يطلع لي اللي هو التايم اوف الريجيشن، انقسم على التايم بتاع الاستيشن الواحده اللي هو نفس الزمن بتاع ري الشجره الواحده يدينا النمبر اوف الاستيشن بتاعه. طيب النمبر اوف الاستيشن ده طلع فيه كاس ده في الغالب. المره دي بقى هنقرب النمبر اوف الاستيشن لعدد اكتر ولا اقل؟ دايما بنقربه لاقل. طب ليه؟ بس بفضل كان طالع معايا ان انا محتاج 2.3 استيشن. عارف 2.3 يعني نقسم الارض 2.3 ناخدهم 2 ولا 3؟ ناخدهم 2. طب لما نقسم الارض كلها على جزئيتين يعني نمبر اوف ستيشن دي لما انا نقلله هنقرب للاقل. لما نمبر اوف ستيشن ده تقريب رقم ايه؟ رقم صحيح الاقل. لما نمبر اوف ستيشن ده نقربه للاقل انت كده بتدي وقت اكتر ولا اقل للستيشن واحده؟ بتدي وقت اكتر. طيب التايم اوف ستيشن ده اكتر نمبر اوف ستيشن دي قربته الاقل ده الاقل معاك كده؟ طبعا ده لما يكون النمبر اوف ستيشن ده لما يتصرف للاقل التايم اوف ستيشن دي المقام هيقل فيبقى التايم اوف ستيشن ده بيزيد. طيب التايم اوف ستيشن ده لما بيزيد الرقم ده لما يزيد بيديك الكيو. الكيو بقى مش هيبقى اسمها كيو، الكيو اكشوال يقل ولا يزيد؟ يقل. احنا دلوقتي معنى الكلام ان انا بنقرب وحيات تشغيل الآل عشان لما التصرف اللي يطلع من المنقط الواحد ما يزيدش على التصميم. ما ينفعش يزيد على التصميم. تمام كده؟ يبقى حساب عدد وحيات تشغيل تاني كده. انا بشوف زمن ري الشجره الواحده قد ايه؟ هو هو زمن ري الاستيشن، وشوف انا عندي زمن ري الكل كام اسم ده على ده. تمام كده؟ يبقى ده بالنسبه لي حسبت هنا كده نمبر اوف ستيشن. وبعدين اروح اخطط بقى. بس قبل ما نخطط نرجع بقى بالراجع نحسب كل حاجه اكشوال. كل حاجه اكشوال. فلو انا عندي بقى ان النمبر اوف ستيشن الاكشوال انا عرفته نطلع نعوض في المعادله طلع التايم اوف ستيشن الاكشوال خلاص اللي جبته. التايم اوف ستيشن الاكشوال بقى معلوم اطلع الكيو بس كيو نود ده اسمها كيو اكشوال. طبعا الرقم ده يكون اقل من كيو نود. عايز بقى نجيب انا الضاغط الفعلي اسمه اتش اكشوال. طبعا اتش نود ده يكون معلوم طبقا للايه؟ لنوعيه المنقط. وعندي الكيو نوت معلومه اللي هو تصرف التصميم المنقط، والكيو اكشوال التصرف اللي هو الفعلي بتاعه اللي احنا جبناه من الخطوه اللي قبلها. والاتش دي اللي انا عايزها. امال ايه بقى الاكس؟ حاجه اسمها ثابت المنقط، ثابت الاس بتاع المنقط ده بيكون معلوم طبقا للمنقط يعني النوعيه بتاعته. حسبت كل حاجه ايه؟ كل حاجه اكشوال. طب انا مثلا بفرض يعني عايز اخطط بقى دي عندي مساحه ارض، يبقى احنا قلنا اول حاجه الاول نشوف ان انا نمبر اوف ستيشن كام. الحاجه الثانيه هنخطط ده. فعندي حته ارض 500 متر في 1000 متر والبير بتاعنا هنا كده. طبعا الافضل البير ده كان حاطه في النص، فبالفضل كان معلوم البير هنا كده. الاول لابد نحسب النمبر اوف ستيشن بفرض طلعوا ب 2. طلع النمبر اوف ستيشن ب 2. تمام كده؟ طيب اخطط دي ازاي بقى؟ فكتب لك هنا ملاحظات لتخطيط شبكه ري بالتنقيط. بنحط الخط الرئيسي في المنتصف موازي لطول الضلع الاكبر. تمام كده؟ ده بالنسبه للخط الايه؟ للرئيسي. وبعدين يعني معنى الكلام تعالى كده ببساطه كده يبقى اصبح ان انا عندي الخط الرئيسي بتاعنا كده. ده الخط الرئيسي اهو. طبعا المفروض يكون معدول يعني ده الخط الرئيسي. تمام كده؟ بس قبل انا ما نحط الخط، طب الخط الرئيسي ده قلنا موازي للضلع الاكبر في منتصف الارض. بس طب انا عايز نقسم الارض دي الاول يعني كام ستيشن؟ طب نمبر ستيشن ب2، رحت مقسم الارض دي لجزئيتين. فدي اسمها ستيشن دي هتروي. في نفس الوقت خلصنا دي هنقسم دي. فالطول ده كله 500 متر. يبقى اصبح الطول ده كده
ده كله 1000 يبقى دول كده 500 وده كده 500 تمام. طب انا عملت خط رئيسي هنا في منتصف الارض تمام كده. طيب عايز بقى احط خطوط التغذيه. خطوط التغذيه تاخد منها خط المنقطات. طب لو كان الخط الرئيسي عملت خط بس تغذيه هنا كده بفرض عملت خط تغذيه هنا كده وطلعت خط منقطات يمين وشمال هيبقى خط المنقطات الواحد طوله كام؟ 250 تاني كده ده خط رئيسي. لو انا رحت واخد خط تغذيه هنا كده في النص ورحت واخد خط منقطات يمين وخط منقطات شمال فيطبع خط المنقطات ده هيبقى طوله 250 متر بس قال لك ان لا يزيد عن 150 هكذا يبقى نعمل ايه؟ يبقى في الحاله دي مش هينفع يبقى خط واحد يبقى في الحاله دي هيبقى في عندي خط منقطات كده وفي عندي خط منقطات كده تمام كده خط منقطات خط منقطات وبعدين ده اسمه خط خط تغذيه عايزين لون تاني بقى ماشي بفرض يعني هنخليه اسمر يبقى فيها هنا في عندي هنا خط اهو تمام كده فاصبح ان الخط يبقى 500 اسمه على 4 يبقى اصبح طوله حوالي 125 متر بس لما نحط طرق كده وبتاع هيبقى ويبقى طبعا هو ما بيوصلش لغايه الاخر زي ما شفنا قبل كده بيسيب هنا مسافه وهنا بقى هنحط هنا شجر عليه فالمسافه كله شجر وبعدها اسمها اس بي فبنسيب المسافه هنا دي اللي هي في الاول دي اس بي على 2 دي صف 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 صف, صف. فبنسيب المسافه الاول هنا اس ار على 2 تمام كده يبقى انا اقول تاني يبقى انا قسمت الارض بتاعتي الى نمبر اوف ستيشن فدي عباره عن جزئين جزء ده هيروى في وقت ويخلص ويروى ده الجزء ده كده حطينا الخط الرئيسي في نص الارض موازي للضلع الاكبر ده الكبير تمام كده وبعدين قلت والله ده خط رئيسي هيبقى عمود عليه خطوط التغذيه بس قلت لو هنحط خط تغذيه هنا كده واحد فوق واحد تحت يبقى خطينا وخط فوق وخط تحت لما نيجي نحط اللاترال بتاعنا اللاترال بتاعنا هيبقى طول خط اللاترال 250 متر لو حطيته ده واحد بس في النص قلت انا اهو لو عملت لاترال يمين ولاترال شمال هيبقى طوله 250 متر مش هينفع طول ما ليش على 150 فيبقى الحل احط هنا خطين تمام كده طبعا يبقى انا عندي المسافه تبقى 125 125 125 125 تمام كده الكلام ده شوف بقى على النظافه بقى كده اهو يبقى ده اللي هو الخط الرئيسي بتاعنا وده اللي هو الخطوط اللي احنا قلنا عليها الايه؟ خطوط اللي هو التغذيه خط التغذيه الدوت ده مقسم ان دي وحده تشغيل ده ستيشن ودي ستيشن. طيب هنا ده اللي هو اللي انا هوصل ده اللي هو الطريق ده عرض طريق رئيسي في 4 متر عرض طريق اللي هو الثانوي والفرع ده 3 متر ممكن يبقى الخط الرئيسي مدفون كده في الخط الايه؟ الخط الرئيسي مدفون في الطريق ممكن يبقى على جنب الطريق هنا بقى اللي فوق ده ممكن يكون هنا مدفون في الطريق اللي هو 3 متر ممكن يكون على جنب هنا كده حسب التصميم بتاعنا تمام كده ولكن احنا مثلا بفرض هناخد في التخطيط بتاعنا هنحطه في نص الطريق زي ما احنا زي ما الرسم مدمنا كده طيب من هنا بقى احنا كنا قلنا من شويه ان الايه المسافه بقى المسافه دي لو كان هنا طبعا هنا في شجر صح كده هنا شجر من كل شجره والثانيه اسمها اس بي كل شجره كانها بوينت كل شجره والثانيه اسمها اس بي تمام كده الاس بي دي وليكن لو كانت 3 متر يبقى انا هسيب حته في الاخر هنا اس بي على 2 ده اسمه صف وده رو ده رو ده رو ده رو مسافه من كل صف كلها اسمه اس ار هسيب في الاول هنا مسافه اسمها اس ار على 2 المسافه دي كده اسمها اس ار على 2 بعد كده اللي هي الحته دي بعد كده المسافه دي اسمها اس بي على 2 طبعا في الشكل اللي قدامك ده لو انا عايز اطلع طول خط الايه اللاترال هيبقى طوله كام؟ المسافه من الاول هنا لغايه الاخر 125 متر واسيب متر ونص يبقى يفضل 123 ونص يبقى اصبح ان طول خط اللاترال هنا هيبقى طوله 123 ونص
طيب خط التغذيه ده من هنا لغايه الاخر طوله نص الرقم ده كله، يعني هنا ده طوله كام؟ 250، اسيب 2 يبقى طوله 248، يبقى الخط اللي هو خط التغذيه ده طوله 248، الخط اللي هو الجانبي اللي هو خط اللاتر خط المنقطات ده خط اللاتر ده هيبقى طوله 123.5. جيب الخط طوله لغايه الاخر واطرح اس بي على 2، خط لغايه الاخر اطرح اس على 2. طب وانا عايز اجيب الخط الرئيسي، طيب ركز بقى، لو انا عايز اروي المنطقه دي الاستيشن دي، لو انا عايز اروي الاستيشن دي كده لوحدها خلاص كده، يبقى دي عندي امشي الميه، تمشي الميه هنا كده وتطلع هنا في الخط اللي هو الرئيسي، الخط الرئيسي الميه هنا هتبقى هنا طالعه هنا في خط التغذيه ده، خط التغذيه دي الميه تكمل في الرئيسي ده اللي هو الرئيسي، وبعد كده تروح هنا في خط التغذيه ده، خط التغذيه ده، وبعد كده تروح في ايه؟ في خطوط الايه؟ اللي هي اللاترال بتاعتي. لو انا احب اجيب طول خط التغذيه، طبعا لو انا عايز اروي اللي هي الاستيشن الثانيه هيبقى طول الخط الرئيسي اللي شغال معايا طوله اقل، اخره هنا. وادخل يمين وشمال او فوق وتحت او فوق وتحت. بس الورست او انا بصمم الخط اللي هو الطويل. تمام كده وانا بصمم الخط الطويل. طبعا هنا طبعا وانا بصمم محتاج اعرف التصرف قد ايه. خلاص كده بعد احنا ما عملنا موضوع التخطيط وحددنا قبل منه اللي هو النمبر اوف ستيشن، نتكلم بقى دلوقتي على تصميم الحقليات. لو انا حبيت اصمم بقى خط اللاترال وحبيت انا اصمم اللي هو خط التغذيه، احنا قلنا دي اسمه خط تغذيه وده اسمه خط رئيسي، وفي عندي خطوط تانية طالعة من خطوط التغذية اللي هي خطوط الايه؟ خطوط اللاترال اللي عندي، اللاترال اللي عندي. فلو حبيت اصمم الكلام ده فليه اكتر من طريقه. ممكن ان انا نفرض انا اللوسز بتاعتي مع كده ونعوض معادله هازم ويليام، اطلع القطر. طبعا الكلام ده بعد ما نحسب التصرف او بعد ما نحدد التصرف في كل حاجه، سواء كان خطوط اللاترال او خطوط المانيفولد او خط التغذيه، يعني نحسب التصرف، نطلع الطول من التخطيط، نطلع الاطوال من التخطيط، طلع طول من التخطيط، ونعوض معادلة هازن ويليام نطلع القطر. او ممكن اعمل حاجة تانية اللي هي نفرض السرعة. فتعالى بقى نبص على الكلام ده. فده طبعا ده التخطيط وده مقسم ليه الاتنين وحدتين تشغيل. فلو انا اخدت هنا ده، هنا خط التغذية قلنا عليه المانيفولد، وهنا خط اللاترال، ودي هنا الاشجار، مسافة بين كل خط لاترال واللي بعده اسمه اس ار. فهنا بسيب مسافة اس ار على 2 زي ما قلت من شوية، وبين كل شجرة والتانية وبين كل بوينت والتانية بسيب مسافة اسمها اس بي. دلوقتي انا عايز اصمم، فعايز احسب التصرف وعايز احسب القطر واطلع الدي اكتوال بكام طبقا للمتاح، ونحسب اللوسز الاتش فريكشن، ومنها نطلع الـ H losses، وزي ما احنا عارفين الـ H losses ده بيساوي H friction زي H minor، وهنفترض إن الـ minor losses ده 10% من الـ H friction مثلا، بتبقى في حدود من 10-15% يعني، فهنفترض إن احنا وليكن 10%، يبقى لو أنا عرفت أجيب الـ H friction بتاعتنا، يبقى هنقول إن الـ H losses بتساوي الـ H losses دي بتساوي الـ H friction في 1 من 10، طلع الـ H losses. لو انا جمعت الاتش لوسز لللاترال والمانيفولد والمين، يبقى جمعت السبمشن الاتش لوسز بتاعتنا، اجمع عليها الفواقد الثانيه، اطلع الفواقد الكلي يبقى تي دي اتش، ومنها نحسب ايه؟ نصمم البامب ونطلع الباور بتاعتنا. فتعالى نفهم الكلام ده بالتفصيل بقى. دلوقتي انا حبيت احسب التصرف اللي هو اللي احنا محتاجينه في خط اللاترال، فده ببساطة كده متوقف على عدد الأشجار الموجودة على خط اللاترال، يبقى أصبح إن الكيو لاترال بيساوي النمبر أوف 3 عدد الأشجار ينضرب في الـ N بتاعة الإيميتريز أو عدد المنقطات لكل شجرة في التصرف اللي هو كيو أكتوال للمنقط الواحد. يبقى بفرض إن الشجرة الواحدة فيها 4 منقطات مثلا، يبقى الـ N يبقى 4. طيب المنقط الواحد ده الأكتوال تصرفه كام؟ بفرض يعني 6 لتر على الثانية. طب هم عندنا كام شجرة على خط اللاترال؟ وليكن مثلا بفرض يعني 20 شجرة بفرض، خلاص يبقى نطلع الكيو لاترال بكام. طب لو انا حبيت اطلع الكيو بتاعت المانيفولد ببساطة كده، الكيو بتاعت المانيفولد ده خط التغذية ده بتساوي خط التغذية دي عليه كام خط لاترال؟
مثلا بفضل نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، يبقى اصبح ال ان بتاعت اللاتر 13 بس في 2 لان هم يمين وشمال، يبقى عددهم 26 ينضرب في التصرف اللاتر الواحد كام؟ تصرف اللاتر الواحد اللي احنا لسه حابينه شويه. طب لو انا حبيت احسب التصرف بتاع خط المين، فطبعا ده متوقف هو انت عندك الارض بتاعنا دي مقسمه لكام يونت. بفرض احنا زي ما قلنا من شويه احنا مقسمينها 2 يونت، ده وحدتين تشغيل. طيب لو احنا قسمينها 2 وحدتين تشغيل يبقى دي هتروى في وقت لوحدها، وبعد ما تخلص دي نروي دي، تمام كده. طيب الجزئيه دي كده، الجزئيه دي فيها موجود فيها كام خط تغذيه؟ ادي 1 2 3 4. يبقى اصبح ان التصرف في الخط الرئيسي اللي انا عايز يمر في الخط الرئيسي بيساوي عدد خطوط التغذيه في الستيشن الواحده، نمبر اوف ستيشن في الستيشن الواحده، ينضرب في التصرف بتاع الايه؟ بتاع خط التغذيه الواحد، التصرف بتاع خط التغذيه الواحد. او ممكن نجيبها بطريقه ثانيه، اللي هو انت عندك هنا عندك كام خط تغذيه؟ 1 2 3 4 في 2 ب 8، في تصرف خط التغذيه الواحد عرفناه نقسم على نمبر اوف ستيشن، يبقى ده اصبح التصرف في المين اللي انا محتاجه، لان احنا هنروي دي في وقت ولما نخلص دي نروي الثانيه، تمام كده. يبقى ما تحسبها ب نمبر عدد خطوط التغذيه في الاستيشن الواحده في تصرف بتاع خط التغذيه الواحد، او تحسب التصرف الكلي وتقسم على النمبر اوف ستيشن، الاثنين هيؤدي لنفس الطريقه يعني. طب انا دلوقتي كده انا عرفت، انا عرفت التصرف، يبقى انا كده عرفت نحسب التصرف بتاع اللاترال بكام، عرفت خط التغذيه التصرف بتاعه بكام، خط اليمين التصرف بتاعه كام. طيب عايز احسب القطر بقى، زي ما قلت من شويه ان انا ممكن افرض اللوسز واعوض في معادله هذه الواليه ما اطلع القطر. طبعا احنا بنطلع الطول بتاع خط اللاترال او خط المانيفولد او خط المين من التخطيط، زي ما قلنا من شويه ان الخط بتاع مثلا خط اللاترال هنا هيبقى طوله 123.5، خط التغذيه ده دي كلها طولها 248، معاك كده 248 اللي هي المسافه دي. طب هنا بسيب هنا 2 متر، يعني من التخطيط بطلع الاطوال، موضوع بسيط يعني. طيب فممكن انا بعد ما اطلع التصرف وعندي انا الطول نعوض بعض هذه الويليام، اول حاجه اللي ممكن اعملها ان انا افرض السرعه. فرضت السرعه دي وليكن بيساوي 1 مثلا، فرضت السرعه وليكن ب1 متر على الثانيه. طب فرضت السرعه ب1 متر على الثانيه، احنا عارفين ان الاريا بتساوي الكيو على الفي، فانا فرضت السرعه يبقى ممكن اطلع الايه؟ ممكن اطلع القطر، ان القطر بتاعنا بيساوي جذر الاربعه كيو على الباي في الايه؟ على الواي في الفي. يبقى لو انا حبيت احسب القطر بتاع اللاترال اشوف التصرف ده كام، اضربه في 4 على الباي في الفي، لو فرضت الفي ب1 يبقى على الباي في 1. التصرف بتاع المانيفولد ده انا عارفه، انا فرض السرعه في الشبكه كلها 1، خلاص يبقى نطلع القطر هنا بتاع اللاترال، طلع القطر بتاع المانيفولد، القطر بتاع المين. اشوف بقى المتاح في السوق قد ايه، ايه المتاح في السوق، اطلع بقى الدي اكسل هنا كام، الدي اكسل هنا كام، الدي اكسل هنا كام. موضوع بسيط يعني. وعرفنا ان الطول بتاع خط المنقطات او التغذيه او المين ده بيطلع من التخطيط، فنعوض في معادله هازن ويليام ده نطلع اللي هو الايه؟ الاتش فريكشن، نطلع اللي هو الاتش فريكشن. يبقى الاتش فريكشن دي بتساوي 10.67 ينضرب في اف، اف ده معامل فتحات. اف ده معامل فتحات، فده في الري بالتنقيط، ده اف ده هتساوي 34% زي ما خدناه قبل كده في الترم الاول، دي 34% بس ده معامل فتحات، معناه لو الخط عليه فتحات يبقى الرقم ده 34%. طب لو الخط ما عليهوش فتحات يبقى الرقم ده كده بواحد، يبقى الرقم ده كده بواحد. زي ايه؟ زي وانا بصمم خط اللاترال فدي عليه فتحات، يبقى هناخد وانا بحسب اتش فريكشن هناخد الاف هنا بتساوي ايه؟ يبقى هنا وانا بحسب خطوط ده هناخد الاف دي بتساوي 34%، 34%. وهنا نفس الكلام الاف هنا برضو هتبقى بتساوي 34%، معامل فتحات يتسمى اف يتسمى كي، ده 34%. طب هنا الخط اللي هو الرئيسي ده، ده الخط اللي هو الرئيسي ده الاف ده واحنا بنصممه ده الاف هي بتساوي 1، تمام كده. فانا عندي الاف معلومه وعندي اللي هو التصرف معلوم، وثابت هازن ويليام ده بيبقى في حدود 140، والال ده جبته انا من التخطيط،
والقطر ده اللي هو الدي اكتوال، القطر هنا اللي انا بعوض عنه في المعادله ده اللي هو الدي اكتوال كام، ده اللي هو الدي اكتوال بتاعنا كام، اللي هو ده اللي هو الدي اكتوال. هنعوض خلاص، حسبت اتش فريكشن هنا كام، اتش فريكشن هنا كام، حتى اتش فريكشن هنا كام. لو انا حبيت احسب الاتش لوسز يبقى انا محتاج اعرف الاتش ماينور بكام، فده بتبقى في حدود 10% من اتش فريكشن، يبقى اصبح ان الاتش لوسز ده بتساوي 1.1 اتش فريكشن. يبقى انا عرفت كده احسب الاتش لوسز، احسب الاتش لوسز، احسب الاتش لوسز. هو حلمه كلمه تصميم، يبقى احنا تصميم خط اللاترال وخط مانيفولد لخط مين، يعني ايجاد القطر بتاعه كام، تصميم ايجاد قطر. ولكن انا حسبت الاتش لوسز لان محتاج بعد كده نحسب الباور بتاع البامب كام، فعشان كده كملت ان انا حسبت الاتش لوسز بكام. يعني تصميم خط اللاترال خلاص جبت القطر بتاع اللاترال او المانيفولد او المين، بس لوسز لابد احسبها عشان نصمم الباور بعد، نصمم البامب بعد كده، يعني ايجاد الباور بتاعتها. تصميم المضخه بقى، يبقى احنا خلاص يبقى احنا عرفنا حددنا نمبر اوف ستيشن كام، عملنا تخطيط، التخطيط بتاعنا طبقا لنمبر اوف ستيشن، صممنا خط اللاترال يعني ايجاد القطر بتاعه، صممنا خط المانيفولد، صممنا خط المين، اتكلم بقى رقم 6 اللي هو تصميم المضخه. تصميم المضخه ده يعني ايجاد الباور بتاعتها يعني ببساطه يعني. فانا حبيت انا احسب الضغط الكلي زاوية بيساوي اتش لوسيد في السكشن، يعني في عندي ماسوره السحب ده بيبقى في حدود من متر 2 متر، ده الاتش لوسيد في السكشن ده زائد الدلتا زد اللي هو الفرق في الميه، اللي هو الفرق من اول فوق لغايه سطح الميه في البرد قد ايه، فدي اسمها دلتا زد، زائد الاتش لوسيد في خط ماسوره الطرد، زائد الاتش لوسز في غرفة التحكم. اجمع عليهم اتش لوسز اللي هو عندنا بقى خلاص في الخط اللي هو المين والمانيفولد والاتر اللي احنا حاسبينهم من شويه، زائد الاتش ايه اللي هو الضغط او الضغط بتاعت المنقط. جمع الكلام ده كله اهو، بحيث ان الاتش ايه اللي هو الضغط الفعلي المنقط كام، احنا اتكلمنا عنها قبل كده وموضوع ثابت الاس وكده. الاتش لوسز في السكشن ده في ماسورة السحب ده في حدود من متر 2 متر، الاتش لوس في ماسوره الطرد ده الاتش لوس في غرفه التحكم، ممكن تبقى رقم على بعض وممكن تبقى في الفلتر بقد كده ويعني والمرشحات قد كده، فجمعهم وطلع التوتال بتاع الكنترول هيد قد ايه. حسبت خلاص اللي هو الضغط الكلي بتاع البامب، خلاص يبقى ببساطه نحسب الباور، الباور بتساوي الجاما ده ب 1000، يعني هي ميه فبعضها بكيلو جرام، يعني يبقى ده عباره عن 1000 انضرب في كيو، الكيو ده اللي هو تصرف المين، كيو ده اللي هو تصرف المين، حته دي مهمه ان الكيو ده اللي هو التصرف بتاع المين، ده الكيو ده اللي هو التصرف بتاع خط المين. ينضرب في الضغط الكلي يتقسم على 75 في 1.36 في الايه؟ في الكثافه، في الكثافه. خلاص عرفت حسبت الباور كام، اروح اجيب البامب ده، ممكن تبقى البامب دي بامب واحده، ممكن تبقى اثنين بامب حسب، طبعا لابد يكون في بامب في ستاند باي يعني. طبعا لو انا بعد ما خلاص جبت انا البامب وكده، لو انا حبيت احسب التكاليف، فهيبقى التكاليف دي عباره عن تكاليف شراء البامب، يبقى ده الكوست بتاع البامب ستيشن، وهيبقى التكاليف بتاعت اللي هو التشغيل بتاع البامب اللي هو الانرجي، وهتبقى التكاليف بتاعت اللي هو خطوط الايه؟ خطوط المواسير طبقا للاقطار بتاعتها وطبقا للاطوال بتاعتها. تكلفه البامب ستيشن طبقا للعدد الكلي، تكلفة الانرجي طبقا لعدد البامب اللي هو شغال بس. والسلام عليكم ورحمة الله.